الصورة الآن لا أدري إن كانت هذه قوى أمن أم محتجين. نعم فعلا هي قوات الجيش تقدمت إذن في من النقطة التي كنا نشاهدها فيها، تقدمت بالتأوف أوف مولوتوف. إذن الآن يعني أعتقد بأنه شاهدنا زجاجة مولوتوف ألقيت على القوى الأمنية من مكان بعيد. أخ يعني بالفعل يبدو بأنه المسألة تأخذ لحظات. كنا يعني نشاهد قوات الأمنية تقترب من المنطقة التي كان يتجمع فيها المحتجون ويتم الاعتداء من بعض منهم على ممتلكات عامة، ولكن يبدو بأنه المواجهة بين الطرفين تأخذ بعدا خطيرا جدا في هذه اللحظات. إذن الآن أيضا تردنا معلومات جديدة، الآن تردنا معلومات من مكتبنا في القاهرة، مكتبنا في القاهرة المواجه لهذه المنطقة التي تحصل فيها الاشتباكات. تقول هذه المعلومات بأن مشاجرات نشبت بين المتظاهرين الأقباط بعضهم البعض، يعني الأقباط بين بعضهم حصل الشحن بينهم، واستخدموا في هذه المشاجرات الشوم والعصي، وذلك بسبب تنظيم الحركة والبقاء جميعهم في مكان واحد.